السلام عليكم ورحمة الله. إخوان أخوات السادة والسيدات أصحاب المعاني السعادة، الجولة الاستكشافية ديالنا الاستطلاعية، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هاد النقطة هادي ديال شارع الحسن الثاني بمدينة الرباط، نشوفوا المشاريع والمواصلات ديال المركب مولاي أمين مولاي عبد الله، الأشغال المحيطة به. كما كتعرفوا الإخوان، أشغال مركب مولاي عبد الله أمين مولاي عبد الله والمحيط ديالو كيعرف واحد التعبئة شاملة، يعني المعالم ديال هذا المحيط ديال المركب مولاي عبد الله غتغير كاملة بهاد المشاريع هادي وهاد الإصلاحات. أيوا بحال هنا كيديروا نفق هنا، داروا نفق كما كتشوفوا جاي من شارع النخيل دايز على المحطة ديال القطار تي جي بي، وغادي يهبط ان شاء الله، غادي يدوز ديريكت المركب اللي ما يقابل هيه. تما كتلاحظوا صافي راه كمل، دابا السوتير هنا راه كمل اتجاه مرعب السيارات ديال المركب مولاي امير مولاي عبد الله. جميل جميل رائع. دابا غادي يزفتوا لي هذاك الشيء، السطح ديالو غيزفتوه، السقف راه هو الزفتي محطوط، راه البوطات كاينين صافي، كيتسناو دابا غيتثبات ويسرحوا لنا الطريق هذا الشارع حسن الثاني صافي، بعد المقدة والغرض. اذا مشي نشوفوا شي اخرى، نمشيو نشوفو جهة مرآب السيارات شنو دارو ليه في الدخلة ديال المدخل ديال الشمالي ديال مركب أمير مولاي عبد الله. إن شاء الله نمشيو نشوفوه تا هو كي دارو ليه، حاولو ندوزو تا حنا من هنايا. فوالا ما شاء الله، اشغال غادا الاخوان، اللي تيقول محالش الملعب يكمل ولا داكشي، راه داكشي محسوب راه بلا ما تبقى تعيب راسكم. داكشي الاخوان راه محسوب، عاطينهم المدة الشهر التاريخ والسنة والدقيقة والثانية والساعة، كل شيء عندهم مضبوط قبل ما تقدر تعيب راسكم. اكمل الملعب ما يكملش، هذاك الشيء راه عندهم، هذاك الشيء راه في قيد الشارج الشريف، هما اصلا ملي كيعطيوهم شي مشروع تيقول لهم غادي نساليو في فلان فلاني ولا قدا قدا التاريخ فلان فلاني ولا السنة فلان فلاني، راه كي يزيدوا عليها. مثلا دابا داك المهندس ملي تيشوف المشروع غادي يستغرق ليه واحد عام، ضروري كيزيد شهر. علاش؟ لان كتخرج شي عراقيل، شي اكراهات بحال الطبيعة، الشتاء كثيرة ولا الرياح ولا العاصفة ولا الزلزال ولا الأعياد، يعني هادشي كله كيديرو في بالو الطبوغراف، المهندس اللي مكلف اللي كيشد المشروع. لذلك لا ما تقاودو تشطنو من ناحية الملعب واش غيسالي في الوقت ديالو،
واش ما غايساليش؟ غادي يسالي في الوقت ديالو، غيكونوا هانين. دابا تشوف احل على الهضره ديالي، اشغال راه غادا فما يجي. انا بعدا كنلمس داكشي، خاصكم تجيو لهنا، خاصكم تجيو لهنا وغتشوفوا، غتحسوا بداك، غتحسوا بالاشغال كيفاش دايره. شتي واخا كنقلوا لكم الصور عبر الجو، راه الجو كيبين لك داك بنادم غادي بشويه، وكيبان لك بنادم ما كاينش، هو راه كاين غير هو صغير، راه كيبان عبر الجو. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ راه حنا كنشوفوا الاشغال، كنشوفوا الاشغال، كلشي خدام، كلشي ما كيغي عليك على طاك، وبالليل وخدامين حتى بالليل. تتقول لي من العام ما يكملش، اش تمسطي ولا مال؟ لذلك اخاي، لذلك الاخوان، انا تنقول لكم من هذا المنبر هذا ومن حدا محيط مركب امير مولاي عبد الله، بلا ما تعلقوا، بلا ما تشطنوا راسكم، بلا ما توضعوا الحسابات في راسكم بان واش غيسالي ما غيساليش. الملعب غادي يسالي في وقته. الملعب غادي يسالي في وقته ان شاء الله بحول الله وقوته. صافي قلنا لكم اسيدي في 2030 غيكون واجد، 2030 غيكون واجد. شوفوا هما شنو داروا معاهم، واش قسموا على جوج مراحل. في 2025 خصو يكون واجد واحد النسبه المئويه، يعني هما عارفين، واش حنا نعرفوا احسن منهم؟ واحد ما مهندس ما قاري ما والو كيجي بدا يتفلسف علينا هنايا. انتم شوفوا الاشغال، الخدامه تقول لي يعني خدامه الاخوان. شوف المرأب راه هو تبارك الله، جوج طبقات صافي، راه بداو في الطبقه الثانيه. راه تقول لي انا الله يرحمك الوالدين، اسمح لي الله يرحمك الوالدين. الناس خدامه، الناس خدامه، السلعه موجوده كامله، كيهزوا ويحطوا في السلعه. ناس خدام الله يعطيهم الصحة، هادو هما الأسود الأطلس، عقلوا عليهم، هادو هما أسود الأطلس حقيقيين اللي كنستافدوا منهم. إما ديال كرة القدم راه هما اللي كيلعبوا وكيستافدوا كيدوا فلوس، حنا كنديروا ها 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 مبروك علينا، إيوا مبروك علينا، هما راه داو فلوس. هادو مساكن ما كيحطوا ريتهم هنايا، كيحطوا ريتهم هنايا باش ما شاء الله. صار خدامة يا اخوان، ناس خدامة، ما يعطيهم الصحة، ما يعطيكم الصحة. ما راح خلينا كنا حاطين هاد لي بارير في النص، ما وصلهم حتى لدخل هاد الباب. جميل، جميل جميل رائع. لي باريير كانوا حد هنا، دابا وصلوا حتى للدخله ديال الباب، يعني راه خدامين، ناس خدامه يا اخوان. خليونا من الهضره، الله يرحم لكم الوالدين، انتم ما عارفين والو، كتفرجوا غير في الهاتف ديالكم وتهضروا. وهاش يكمل وهاش ما يكمل، ويكمل ولا كاع يكمل، خلي الناس خدامي، الله يرحم لكم الوالدين. يا جوج طلعوا لي الدم هنا عاوتاني. انا كنشوف الناس هنا كيحطوا ريتهم، كاين اللي كيبقى بلا غدا غير باش يكمل غير البوست ديالو. تزيد تقول لي انا وهاش يكملوه. ما وصلوا للباب، ها لي باريار، الاشغال غادا كما يجب. اش بغيتو اخو؟ اقول لي شنو بغيتو. حنا وصلنا دابا للباب، الدخله ديال الباب مركب. جميل جميل، الله يعطيكم الصحه، الله يعطيكم الصحه، كملوا الله يعطيكم الصحه.
اما بارك اس خدامه اس خدامه يا اخوان، راح نخليهم عليكم ترامبي. هاي 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 غبابر مايدا، حنا جينا نقلو لكم كاع هادشي في الغبابر، كنتكرفسو معاكم في الاخر تقول لي انايا الصورة ما كتبانش ولا الصورة بعيدة ولا ما كتقدروش نتوما الظروف الاتعاب اللي كنضربوها عليكم انا باش نوصل لكم الصورة. دابا نتوما جالسين في داركم مع راسك، كاين مجبد ليا في الفراش، كاين اللي شاد ديال التيليكوموند، بغيتو كيتفرج ليا في الهاتف ديالو كيعلق شي بعيد عندك، نعم شي عندك مظلم، شي عندك فلو، وزيد تتعب ليا نفس الشميشات والغبابر والصداع الراس والهيلالا والتنقل، وشوف شحال غادي تعيا. انا نبقى عاوتاني كن وده يا اخوان، شفتوا معنا الاشغال اللي هنا في المحيط ديال مركب امير مولى عبد الله، وريناكم هذا الاشغال اللي كاينه هنا في هذا المرآب تحت ارضيه تبارك الله، راه بدا في الطبقه الثانيه. بدا في الطبقه الثانيه، هذيك الثانيه هي الاخرى صافي، الاولى غادي تكون في السطحيه، الثالثه غتكون سطحيه. تبارك الله عليه، والله الا ما عندي ما تسالو انا بعدا ها بونجور ديالكم صافي، بونجور ديالكم عاد اس خدامة. اما المدرجات بداو كيبانو، ما المدرجات بداو كيبانو، تقول لي ليا هادشي معاش يكمل، علاش ما يكملش؟ علاش تقول لي علاش؟ علاش؟ شوف 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 تبارك الله، شوف المدرجات بداو كيبانو، الجماهير راه بداو دخلوا الجماهير، بداو يتفرجوا، بداو الناس كيدخلوا يتفرجوا، جيو جيو قطعوا التيكي ديالكم جيو هات. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شو 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 تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن. ناس خدامه يا اخوان، ما تقولش ليا علاش تقول لي انا محاش يكمل. باش نبقاو مزيانين اذا الاخوان، شفتوا معنا هاد الاشغال هادي اللي قايمه هنا في المركب امير مولى عبد الله والمحيط ديالو، ان شاء الله غادي في الفيديو اللي تابع هذا غادي تشوفوا اشغال ديال المركب امير مولى عبد الله بما فيه هذا الملعب هذا ديال كره القدم وملعب اولمبيك العاب القيوق، غادي تشوفوا عبر الجو في الفيديو من بعد هذا، ماشي هذا النيت فيه او وا دي سير مع الغداء ما يمكنش، حتى كيسالي الناس غدا حتى يجيبوا الديسير، والديسير ديالنا هو النقل الجوي، تغداو بعدا تغداو بهذا الشيء هذا الفيديو هذا، ايوا الديسير ان شاء الله هو جاي في الفيديو الثاني. كونوا فعلوا الجرس واشتركوا باش يوصلكم الجديد، وحنا معاكم حتى وكان يكمل الملعب، حتى يكمل الملعب ونقل لكم الماتش الاول كاع عبر الجو الى سمحات لنا بين سبور. يلاه الى هنا اترككم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.